ba ah. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنكمل ابطال الايمان اللي ذكرهم القديس بولس الرسول في رساله العبرانيين نص 11 ومن عدد 17 بيكمل الحديث عن ابراهيم يقول بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب قدم الذي قيل الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذوا أيضا في مثال بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عديدة بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه بالايمان يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل واوصى من جهه عظامه بالايمان موسى بعدما ولد اخفاه ابواه ثلاثه اشهر لانهما راي الصبي جميلا ولم يخشيا امر الملك بالايمان موسى لما كبر أبى ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه تشدد كانه يرى من لا يرى بالايمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الابقار بالايمان اجتازوا في البحر الاحمر كما في اليابسه الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين بولس الرسول عرف الإيمان أنه الثقة بما يرجع والإيقان بأمور لا ترى ولما اتكلم عن إيمان إبراهيم قال إن إيمان إبراهيم فيه ثلاث ملامح مهمة اللي هو الترك الطاعة الغربة والتلات حاجات دول يشيروا ان فعلا ابراهيم كان يثق بما يرجع وعنده يقين بالامور التي لا ترى لانه عاش متغرب في الارض اللي خاد الوعد انه نسله حيرسها لكن هو عاش في غربة حقيقية لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها هو الله إيمان إبراهيم يظهر أكثر لما ربنا امتحنه وقال له قدم ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق محرقة ليه إبراهيم أسرع وفعلا خد دابته وخد غلامين معاه وراح يقدم ابنه زي ما ربنا قال له بالظبط خلوا بالكم إيمان إبراهيم هنا مش بس إن إبراهيم كان بيثق في مواعيد الله إن قال له إن في إسحاق هيوضع لك نسل لا حتى خد الميعاد في إسحاق إن في إسحاق هو هيجي النسل اللي أنا بكلمك عنه ده وباركك وتكون بركة وأبارك نسلك وبعدين قال له نسلك ده اللي هو إسحاق لكن في نفس الوقت يقولوا اسحاق ده قدمه محرقه ليا طب ازاي ازاي اقدم اللي انا خدت فيه المواعيد محرقه هو ده الايمان ليه لان ايمان ابراهيم وصل الى المستوى العجيب اللي فعلا لا يناظره اي ايمان اخر سمعنا عنه في الكتاب المقدس ايمان ابراهيم امن ان الله بعد ما يقدم ابنه اسحاق محرقه او ذبيحه يقدر يقوم الاموات. كان يؤمن على ان الله قادر على الاقامه من الاموات وطبعا هو اولا ابراهيم جاب اسحاق ازاي؟ ما هو كان سنه 100 سنه ووصلت كانت سنها 90 سنه فكان بالنسبه طبعا الامور العاديه او الطبيعيه بالنسبه لاي راجل او ست في السن ده ما يقدروش يخلفوا. فهو جه فعلا المستودع ميت اسحاق مستودع ساره وايضا ابراهيم في سن الشيخوخه فربنا من الموت خلق حياه عشان كده برضو ابراهيم كان عنده ايمان ان هو لو قدم اسحاق ابن ابنه فالله قادر على الاقامه من الاموات وده موجود بنفس المفهوم ده في رساله روميا الاصحاح الرابع يقول كده على إبراهيم يقول وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مائة سنة ولا مماتية مستودع سارة يعني سارة تسعين سنة ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله مشكش في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا خلي بالكم الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله خلي بالكم لأن إحنا لو ما هذا اليقين أن ربنا قادر أن هو يفعل كل شيء وعدنا به هو ده الإيمان الحقيقي مهما كانت الظروف ومهما كانت المستحيلات ومهما كان الصعوبات او كانت الصعوبات اللي احنا بنقابلها او التجارب او الضيقات او الاحزان او الالام او الموت او الخطية لكن الله قادر ان هو يقيم من الاموات عشان كده في منتهى الأهمية إن احنا نتعرف على إيمان إبراهيم عشان لما نكمل نشوف إن إيمان إبراهيم ده ده كان مثال علشان لكل إنسان بعد كده يؤمن يقول إيه؟ وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا لذلك ايضا حسب له برا ولكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له بل من اجلنا ايضا نحن ايضا الذين سيحسب لنا يحسب لنا ايه؟ بر ابراهيم الذي سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات الذي اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل ايه؟ تبريرنا احنا لما يكون عندنا ايمان حقيقي فعلا ان الله قادر على الاقامه من الاموات يبقى بننال البر زي ما ابراهيم نال البر لانه كان عنده ايمان ايمان حقيقي بالله ان الله قادر على الاقامه من الاموات يعني ايه الله قادر انا في موات واحد يقول لك ده انا الخطيه مسكاني مش قادر ان انا افلت منها والخطيه اجرتها موت فانا ميت اقول لك ربنا قادر يقيم الموات اللي فيك واحد يقول لك انا عندي مرض هذا المرض ليس له شفاء أنا ميت ميت تؤمن الله قادر أن يقيم الأموات يقدر إن هو يقيم الموات اللي فيك الظروف قدامك صعبة والدنيا بقت سودة وما فيش أي نوع من الدخل والمواضيع بقت نشفة جدا جدا تقدر تؤمن إن الله قادر إنه يقيم الأموات الله قادر وربنا ما بيشتغلش إلا عن طريق الإيمان بدون إيمان إيه لا يمكن ارضائه من غير ما تؤمن بربنا وتؤمن بامكانياته وان هو يقدر يقومك الاموات ربنا ما يقدرش يشتغل عشان كده يقول الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل اذ حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات ايضا الله قادر على الاقامه من الاموات ايضا وبعدين ابتدى يتكلم عن ايضا أمثلة من الأخرى أو أمثلة أخرى من أبطال الإيمان قال ايه؟ قال: بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة، خلي بالكم الإيمان هو الإيه؟ الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى فهنا بيقول إن إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة، عتيدة يعني مستقبلية هتحصل في المستقبل لأن يعقوب ده أصبح هو أبو الأسباط هو إسرائيل ورمز إلى إسرائيل الحقيقي شخص ربنا يسوع المسيح. فعشان كده بيقول بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة إحنا عارفين إن خد البركة مين؟ اللي خد بركة يعقوب، حتى عيسو لما جه يطلب البركة قال له خلاص البركه اخذها اخوك لان ده الحقيقه اللي كان اللي فعلا ربنا شاف ان يعقوب ده هو اللي اللي ممكن يكون هو راس الشعب القديم اللي بيرمز الى يسوع المسيح الاسرائيلي الحقيقي اللي هو بقى هو راس الكنيسه الحقيقي عشان كده أحبائي يقول لك من جهة أمور عتيدة بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه وهنا برضو يوري أنه ساعد مبارك أولاد يوسف إفرايم ومنسى عمل إيه يعقوب عارفين أن عمل إيديه كده زي الصليب عشان يحط إيده اليمين على رأس إفرايم لأن إفرايم هيبقى صفت أكبر من منسى لكن المهم هنا في البركة هو الصليب اللي كان شكل ايديه على مثال الصليب وهنا عايز يتكلم عن كل الناس المؤمنين رجال الإيمان في العهد القديم كان كل إيمانهم وكل أفكارهم متجهة إلى ذبيحة الصليب يعني ذبيحة إسحاق دي كانت رمز لذبيحة الصليب بركة يعقوب لإفرايم ومنسة عمل ايده على شكل الصليب لان هنا كل الرموز والبرقه الحقيقيه هي لنا من ذبيحه الصليب اللي قدمها المسيح من اجل العالم كله وبعدين بالايمان يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل واوصى من جهه عظامه برضه هنا يوسف اتنبا ان فعلا ربنا هيتمم وعده وان شعب اسرائيل اللي قعدوا 400 سنه اكثر من 400 430 سنه في ارض العبوديه قالوا له الشعب حيخرج من ارض العبوديه واوصى من جهه عظامه ان هم لما يسيبوا مصر ياخدوا عظام يوسف معاه. وهنا برضو الفكره نفس الفكره ان ارض العبوديه دي اصلها ما هياش الارض بتاع اولاد الله او شعب الله فإن كنا إحنا موجودين في العالم الشرير دلوقتي الحاضر لكن لازم نعرف إن إحنا حنسيب هذا العالم في يوم من الأيام لأن ليس لنا هنا مدينة باقية إحنا ننتظر المدينة التي لها الأساسات فعلشان كده المفروض إن إحنا وإحنا عايشين في العالم ما يكونش قلبنا في العالم زي يوسف كده كان بيقول لهم خلي بالكوا إنت مش هتقعدوا هنا كتير انتوا هتخرجوا من هنا والموضوع المهم الثاني ان مصر ترمز الى ارض العبودية وارض الشر وارض الخطية لكن شعب الله المفروض ان هو يسيب ارض العبودية واهل اي او ابن من اولاد الله المفروض انه يكون اتحرر من نير الخطية ومن عبودية الخطية لان احنا دعينا الى حرية مجد اولاد الله بعد كده بيتكلم عن موسى، وموسى حقيقه عنه كتير لانه هنا موسى النبي ده شخصيه من الشخصيات الجباره في العهد القديم في الايمان بالذات وفي كل حاجه صدقوني كقائد لشعب حوالي اتنين مليون واحد قدهم في بريه برية لمدة أربعين سنة إيه ده الحقيقة شخصية موسى من الشخصيات العظيمة جدا ولولا إيمان موسى الجبار ما كانش قدر إن هو يخرج بهذا الشعب من أرض مصر ويعيش آه ويقضي معاه أربعين سنة وربنا وصف هذا الشعب إنه شعب إيه صلب الرقبة لكن مع هذا آه موسى آه ابتدى مسيرة الإيمان حتى لما تولد شافوه أبواه صبي جميل كده قالوا أكيد ربنا ليه خطة معينة من جهة هذا الإنسان أو من جهة هذا المولود عشان كده ما خافوش من أمر الملك فرعون اللي كان أمر أن كل صبي يولد من الإسرائيل إسرائيليين لابد أن إيه يقتل عشان كده ما خافوش من أمر الملك لأن هم شعروا بالإيمان أنه ليه دور في مع شعب الله أو في إخراج شعب الله من أرض العبودية لكن الأهم من كده موسى بعد ما دخل قصر فرعون وتربى في قصر فرعون وتهذب بكل حكمة المصريين وبعد ما اتبنته بنت فرعون وأصبح إن هو يبقى وريث العرش أو عرش مصر لكن موسى يقول لك كده وموسى بالإيمان بقى موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون رفض رفض الكرامه العظيمه دي رفض الجاه العظيم رفض موسى ان هو يكون متنعم في قصر فرعون واخواته مذلين ومستعبدين ليه يا موسى قال لك اصل العبوديه اللي فيها اخواتي دلوقتي انا المفروض اكون زيهم لغايه لما هم يتحرروا انا اتحرر معاهم موسى رفض ان هو فعلا يكون فرعون الجديد اللي كان هيمسك فعلا مملكة مصر يقول لك طب انا ابقى فرعون وبعد كده اقدر ان انا اساعد شعبي قال لك لا انا لو دخلت الملك حنسى الذل اللي فيه شعبي عشان كده يقول الإيمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله هنا فضل ان هو يزل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية في القصر حاسبا عار المسيح غنى افضل من خزائن مصر لانه كان ينظر الى ايه الى المجازاة انا اقدر اعمل ايه النهاردة ده اللي كان في ذهن موسى كانسان مؤمن انا عايز أشاع اساعد شعبي انا عايز فعلا ان انا أكون عضو من الأعضاء العاملين في شعب الله إيه اللي أقدر أعمله ده سؤال موسى وجهه لنفسه علشان كده ساب أصل فرعون أنا أقدر أوجه لنفسي هذا السؤال النهاردة أنا إيه اللي أقدر أعمله من أجلي ومن أجل شعب الله علشان فعلا أنا أتحرر من العبودية وهم كمان احرر ناس معايا كتير صدقوني الكنيسة محتاجة الى خدام اتحرروا من نير الخطية ومن عبودية الشيطان علشان يقدروا يحرروا ناس معاهم موسى عمل كده وهو واثق ان هو خد القرار الصح مع انه يمكن عمل غلطة ايه الغلطة اللي عملها لما شاف واحد اسرائيلي وواحد مصري بيتخانقوا مع بعض فطبعا جه في صف الاسرائيلي فضرب المصري في ايه فموته فعلشان كده راح ساب مصر كلها وخرج بره أرض مصر وهنا يقول ايه بالإيمان آه ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى ساب مصر وما خافش من غضب الملك لان الملك كان ممكن يبعت وراه جيوش علشان خاطر ان هم يرجعوه او انه ينتقم منه لكن كان عنده ايمان ان ربنا لما هيخرج الى الصحراء ان هو ربنا هيحميه وفعلا ربنا حماه وما قدروش ان هم يمسكوه فدي ورينا ان فعلا موسى رجل ايمان 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 مش بس ان هو اخرج شعب اسرائيل من ارض مصر لا الحته اللي اتكلم عنها تاني يقولك بالايمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الابكار. انت عندك يا ايمان يا موسى ان فعلا ربنا هيهلك كل ابكار المصريين لكن ابكار الاسرائيليين مش هيمسهم المهلك اه بس المهم خروف الفصح والدم يترش على القائمتين والعتب العليا فيجي الملاك المهلك علشان كده في منتهى الأهمية لك أرى الدم وإيه وأعبر بالإيمان خلي بالكو أصل دي حاجة الإنسان ما يعقلهاش إشمعنا الملاك المهلك يعني مش هيقتل حي... الأبكار في كل بيت لكن كان الدم هو العلامة ولا زالت هذه العلامة حتى الآن كل إنسان عليه دم المسيح لا يستطيع ان يمسه الشيطان المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه المولود من الله اللي بيغتسل بدم المسيح فعلا الانسان المولود من الله اللي اتولد من الماء والروح لو فعلا انت اغتسلت بدم المسيح لا يستطيع الشيطان ان هو يمسك، لكن اهلك كل ابكار المصريين لان لان ما كانش عليهم علامه الدم ارى الدم وايه واعبر بالايمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الابكار. كمان موسى النبي مش بس ان هو عمل الفصح لا ده بعد ما خرجوا من ارض مصر وبعدين قدامهم البحر الاحمر وبعدين فرعون جاب جيشه كله وطلع وراهم طب يعمل ايه موسى النبي يقول لك بالايمان اجتازوا في البحر الايه؟ الاحمر كما في اليابسه الامر الذي لما شرع فيه المصريون ايه؟ غرقوا بالايمان اجتازوا في البحر الاحمر كما في اليابسه. جيش فرعون من ورا والبحر قدام وشعب الله محاصر في النص. لكن ايه ده؟ ربنا يقول لموسى اضرب البحر في بالايه؟ بالعصا. البحر الاحمر ينشق ويجتاز شعب الله في البحر الاحمر ويجي بقى المصريين وبكرات فرعون وكل الجيش وفرعون نفسه وراهم ام الميه ترجع وتغرق كل عسكر فرعون ايه ده يا رب ايه المجد العجيب ده ايه يا رب اللي بتعمله ده ده عايز اقول هذا هو مجد الايمان، الايمان يا جماعه فعلا طب ما كانوا يقولوا طب احنا لما شقينا موسى يقول كده هشق البحر الاحمر انا هعدي هم هيعدوا ورايا، ما البحر اتشق خلاص لكن اللي شق البحر ده هو اللي بيدبر الخلاص يا جماعه، ما هي الحته المهمه ان ال ان احنا ممكن نشوف حتى المنظور في حياتنا ان هو احنا شايفين انه فعلا ربنا بيعمل حاجات كويسة لكن الحاجات دي في نظرنا مش كاملة لكن عمل الله باستمرار كامل ربنا لما بينقش شعبه بيدبر الوسيلة ازاي إنه يخلصهم من يد فرعون علشان يطلعهم الى بر الامان بدون ان يمسهم فرعون ولا واحد قدر فرعون ان هو يمسه من شعب الله عشان كده احبائي ده الايمان اللي احنا شفناه في هابيل وشفناه في اخنوخ وشفناه في كمان ابراهيم وشفناه في يعقوب وشفناه في اسحاق وشفناه في يوسف دلوقتي وشفناه كمان في مين في موسى النبي العظيم خلونا بقى احنا في مسيره الايمان بتاعنا الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى احنا عايزين نتعلم ازاي نثق في كل مواعيد الله. ان كان لغايه دلوقتي احنا مش قادرين يكون عندنا يقين بالامور التي لا ترى حيبقى الملكوت بالنسبه لنا حكاوي كلام حتبقى السماء واورشليم السماويه بالنسبه لنا عباره عن ايات في الكتاب المقدس مش حقيقه بنعيشها كل يوم. إن ما كنتش هتمسك النهارده فعلا زي ما قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. الجهاد مهم لكن المسك هنا بالحياة الأبدية ده مسك الإيمان بالإيمان بتمسك بالحياة الأبدية واثق إنك أنت فعلا ليك حياة أبدية. في المسيح يسوع لان المسيح دفع ثمن خطاياك على الصليب وانت اديت حياتك للمسيح وامنت ان المسيح بيخلصك وعن طريق التوبه بتفعلا بتغتسل من خطاياك كل يوم عشان كده ماشي في الطريق الصح واثق انك انت كل ما بتنظر فعلا الى الصليب والى المسبح اللي عليه جسد المسيح ودمه وبتشترك في الوليمه السماويه كل مره بتيجي الكنيسه بتثق انك انت فعلا في طريق الخلاص وانك انت فعلا المواعيد اللي قالها المسيح كلها حقيقه بتعيشها من النهارده على الارض لانك ليك نصيب فيها في السماء لان زي ما بقولكوا باستمرار الحياه الابديه مش لسه جايه الحياه الابديه احنا بناخدها لما بنعيش للمسيح لما المسيح بيسكن في حياتنا بنعيش الحياة الأبدية اللي قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل الحياة الأبدية هي الفرح الروح القدس اللي انت فعلا بتعيشه كل يوم السلام الحقيقي اللي ربنا بيدهلك ب... بيدهلك بالرغم من الكرب والضيقات والأحزان والمشاكل والألام اللي موجودة حواليك واللي بتحاربك في كل يوم وفي كل ساعة، عشان كده دي المواعيد ما كنتش أصدق مواعيد ربنا، وأتمتع بيها وأنا على الأرض، إزاي هتمتع بيها في السماء؟ السماء حاجات ما شفناهاش يا جماعة، لكن في الأرض إحنا فعلاً ممكن ندوق المسيح. تبص تلقى إنسان بسيط خالص، يمكن مش لاقي وجبة العشاء بتاعته، لكن عنده سلام وفرح عجيب، لأن المسيح في قلبه، المسيح في حياته. عشان كده اختبر الحياه الابديه اختبر ملكوت السماوات وهو على الارض ولا احنا عايزين نصلي يا جماعه ان احنا فعلا نثق بكل مواعيد الله وندقها واحنا على الارض علشان فعلا يكون لنا التاكيد القلبي الايماني بان فعلا احنا ايضا لنا نصيب في كل هذه المواعيد في السماء ربنا يدينا نعمة علشان خاطر ان احنا فعلا نعيش الايمان اللي عاشوا هابيل اللي عاشوا أخنوخ اللي عاشوا نوح اللي عاشوا إبراهيم اللي عاشوا إسحاق اللي عاشوا يعقوب اللي عاشوا يوسف اللي عاشوا موسى النبي وأبطال الإيمان لا حصر لهم في الكتاب المقدس وأيضا في تاريخ الكنيسة ربنا يدينا نحن ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم لهنا كل ما من الآن وإلى الأبد آمين man